لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة التلات 28 مارس، والنهاردة عندنا القمر موجود في برج الحمل. عندنا كمان النهاردة ده يوم القمر الجديد أو الهلال، والهلال يبقى مظبوط أو يولد الهلال الساعة 5 الفجر عند 7 درجات أو عند درجة 7:27 من برج الحمل، وهيكون مقترن بالشمس عند نفس هذه الدرجة. خلينا نشوف بقية الحالة الفلكية. الحالة الفلكية بتقول ان الشمس وأورانوس وعطارد والقمر كده الأربعة موجودين في برج الحمل. عندنا كمان المريخ موجود في برج الثور، وعندنا زحل موجود في برج القوس، وعندنا بلوتو موجود في برج الجدي، ونبتون موجود في برج الحوت. عندنا كمان كوكبين ما زالوا بيتراجعوا، فينوس بيتراجع في برج الحمل، والمشتري بيتراجع في برج الميزان. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر الجديد في برجهم، وده بيثير أعصابهم، ومطلوب منهم ان هم يقاوموا التوتر. نروح بعد كده لبرج الثور. برج الثور النهاردة عندهم برج الثور النهاردة عندهم القمر في المنزل الـ12، والنهاردة مواليد برج الثور ممكن يكون بيراقبوا وبيدرسوا في صمت. ده هيساعدهم ان هم يوصلوا لقرارات افضل، بس مطلوب منهم ان هم ما يعلنوش عن خططهم لغاية ما النهاردة وبكرة غالبا كمان اليومين دول يعدوا. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. برج الجوزاء النهاردة عندهم القمر في منزل، أو القمر الجديد كمان في منزل الأصدقاء، وده يديهم دعم رائع في علاقاتهم الاجتماعية وكمان في المشاريع لو عندهم مشروعات خاصة. النهاردة بالنسبة لمواليد الجوزاء كل مشكلة ممكن هيكون لها حل إن شاء الله، بس يعتمدوا على عزيمتهم الجبارة وعلى إصرارهم وعلى إرادتهم. نروح بعد كده لبرج السرطان. برج السرطان النهاردة للأسف القمر الجديد والشمس وعدة كواكب في وضع معاكس، يعني عندهم فريق الحقيقة من الكواكب معاكس معاهم، ممكن يتعرضوا لمكائد تدور في الخفاء بالذات في الشغل، فلازم يكونوا منتبهين جدا، يعملوا اللي عليهم عشان ما تتمسكش ضدهم أي أخطاء. حاولوا تكونوا مستعدين لتقوية موقفكم وتكونوا يقظين قد ما تقدروا. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد الحقيقة النهاردة عندهم أحلى حظ، كل الكواكب بتعمل لصالحهم وفي منزل الحظ، والنهاردة هيكون عندهم استعداد أكتر للانفتاح وللاطلاع وللمعرفة، هيقدروا يزودوا معرفتهم ويقدروا يحققوا مكاسب رائعة ويقدروا يأثروا في الآخرين. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر الجديد والشمس مقترنين في منزل المدخرات، وكواكب فريق من الكواكب الحقيقة موجود في منزل المدخرات، وده يديهم قدرة على التخطيط الجيد لمستقبلهم خصوصا على الصعيد المالي وعلى الصعيد المهني. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان للأسف مواجهتهم كل الكواكب، فهقول الميزان ان عندكم ضغوط كتير، ممكن تواجهوا ضغوط كتير، لكن بإرادتكم القوية ممكن توصلوا لأهدافكم ان شاء الله، بس مهم جدا ان انتوا ما تتسرعوش خصوصا في النواحي القانونية وفي توقيع الأوراق والعقود. حاولوا قد ما تقدروا ان انتوا يعني توصلوا لأهدافكم بلباقة وبدبلوماسية، وكمان في الحركة وفي ردود الأفعال لازم تتحكموا جدا في حركتكم وفي ردود أفعالكم. نروح بعد كده لبرج العقرب. برج العقرب النهاردة عندهم الكواكب مجتمعة في منزل العمل، وده بيدي مواليد العقرب نشاط وحيوية وكمان جاذبية وتألق.
يعني أنا أشوف إن مواليد العقرب عندهم النهاردة يوم مناسب جدا للعمل وللإنجاز، ويعرفوا كويس يأثروا في الآخرين. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم الكواكب مجتمعة في منزل الحب، وأنا شايفة إنهم النهاردة ممكن يكونوا على موعد مع السعادة عاطفيا، فمطلوب منهم إن هم يتفائلوا ويكون عندهم رضا عن أي أحداث إيجابية هتحصل لهم. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم الكواكب كلها معاكسة معاهم، هي مش كلها قوي يعني، هو لسه فاضل في المريخ هو الوحيد اللي بيدعمهم، لكن مجموعة كبيرة من الكواكب في وضع معاكس. فأقول لمواليد الجدي ما تخليش الشكوك وما تخلوش الشكوك تعكر عليكم صفو حياتكم العاطفية والعائلية. حاولوا تكونوا لبقين وما تدخلوش في مواجهات ملهاش لازمة، ممكن تجركوا لمشاكل ملهاش لازمة. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر الجديد المقترن بالشمس في منزل العلاقات، وده بيدعمهم جدا، وهيقدروا يعني مواليد الدلو يقدروا ان هم يحققوا تقدم بثقة وبإصرار. نروح بعد كده لبرج الحوت. برج الحوت النهاردة عندهم الكواكب مجتمعة في منزل المال، وده بيديهم قدرة على تحقيق مكاسب، ويقدروا يميزوا كويس قوي بين الشيء الضروري والغير ضروري، وبس يدرسوا خطواتهم في النواحي المالية قبل ما يتحركوا، وإن شاء الله هيكونوا موفقين مش بس ماليا، ممكن كمان يكونوا موفقين في حاجات كتير بالذات اجتماعيا، لأن المريخ بيديهم لباقة ودبلوماسية. وكده نبقى خلصنا الـ 12 برج النهاردة.